ولمناقشة استمرار الأزمة السياسية في العراق والفراغ السياسي الحاصل، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. كيف تقرأ الهجوم الذي تعرض له القيادي في المجلس الأعلى سلمان الأطرفي المنضوي ضمن الإطار التنسيقي وسط مدينة النجف؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أنه حالة الغليان السياسي الموجودة في العراق نتوقع منها الكثير من الأفعال غير المنضبطة، وبالتالي لا يمكن التكهن بماذا يمكن أن يكون هنالك في الأيام القادمة، لأننا كما نعلم هنالك حالة من الفوضى السياسية، وبالذات بعد الانسحاب الصدري يعني من البرلمان، وتعلم أن التيار الصدري يعني هو الفائز الأول وهو صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وهو أيضا صاحب المد الجماهيري الأكبر بالنسبة للمشاركين في العملية السياسية، وأيضا هنالك محاولات لإقصاء التيار الصدري بعد الاستقالات الجماعية البرلمانية، وبالتالي أتصور أنه ما يجري هو انعكاس للفوضى السياسية، ربما انعكست على المشهد الأمني، وقد تكون هذه الحادثة أو غيرها ربما بداية لحوادث أخرى لا يمكن تحديدها بسهولة. هذا هو السؤال التالي في الحقيقة، هذه الحوادث المتفرقة هل يمكن أن تقود إلى حالة من الصراع والفوضى الأمنية في البلاد؟ معلوم أن اليوم الصراع هو داخل البيت الشيعي، والبيت الشيعي يعني لديه ركن كبير، أنا أقصد هنا البيت السياسي الشيعي، نعم. لديه ركن ركين ومهم انسحب من هذا البيت وهو التيار الصدري، وبالتالي هنالك تخوف من القيادات السياسية الأمنية والسياسية الشيعية من ذهاب الأمور إلى مرحلة المواجهة، وهذا ما حذر منه هادي العامري قبل يومين، وقال أنه من يعني يتوقعون أن هذا المواجهة الشيعية حاصلة فهذا الأمر يعني مستبعد، لكنه في ذات الوقت قال أن هذه الحرب لو حصلت فإن الجميع سيتضرر منها، وبالتالي هم متخوفون من احتمالية انفلات الأمور في مرحلة ما في لحظة ما بعد ربما حتى لو كانت تغريدة، وبالتالي أتصور أن القضية على كف عفريت، وهم يحاولون الآن بكل ما يملكون من علاقات مع التيار الصدري السعي من أجل عودة الصدر إلى البرلمان من أجل سحب فتيل هذه المواجهة الميليشياوية ولا أقول الشيعية. نعم. يفترض أن نحدد هذا الأمر، المواجهة ستكون مواجهة ميليشياوية. تمام دكتور جاسم، إذا كانوا متخوفين من اندلاع الأمور وتطورها كما تفضلتم، وفي نفس الوقت غير قادرين على الخروج من هذه الأزمة السياسية والاتفاق على شكل ما للحكومة، ما المخرج باعتقادك؟ هل سيستمر الوضع في البلاد على هذا النحو؟ أعتقد هنالك الكثير من السيناريوهات الممكن أن تكون في المرحلة المقبلة. ربما السيناريو الأهدأ هو بقاء حكومة مصطفى الكاظمي المرضي عنها من قبل الكثير من القوى السياسية وفي مقدمتها التيار الصدري، وغير مرضي عنها من قبل غالبية قوى الإطار التنسيقي الشيعي، هذا واحد. الحالة الثانية هو ذهاب الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة، وهذه الحكومة ستكون أضعف حكومة في العراق بعد العام 2005، ويمكن أن تنتهي بتغريدة واحدة. نعم. السيناريو الثالث هو الذهاب إلى تحريك الشارع من قبل التيار الصدري لإسقاط أي حكومة ممكن أن تكون بعيدا عنه. السيناريو الرابع هو السيناريو الأخطر، وهو سيناريو المواجهات الميليشياوية، وفي تقديري أنه يمكن توزيع النسب بالتساوي على هذه السيناريوهات، إلا أن سيناريو تحريك الشارع
هو الأقرب وهو الأضمن لعدم انجرار البلاد إلى محارق ربما لا يسلم منها حتى الأبرياء. ومعظم هذه السيناريوهات دكتور جاسم شبيهة كما يقول مراقبون وكتاب بالنموذج اللبناني الذي أصبح نموذجا عالميا في الصراع السياسي وعدم القدرة على الاتفاق على شكل الحكومة والمناورة السياسية. السؤال إلى أي مدى تشبه أو تتفق مع من يشبه النموذج العراقي الآن باللبناني؟ النموذج العراقي لا يوجد ما يشبهه على وجه الكرة الأرضية. بلد تم احتلاله باعتراف زعماء واشنطن أنهم احتلوا العراق وتم تسليمه لقوة كانت تسمى المعارضة، وبالتالي لم تنجح هذه القوة في ترتيب المشهد السياسي العراقي، وبالتالي لا أعتقد أن الحالة اللبنانية شبيهة بالحالة العراقية إلا إذا ذهبنا أنهم يشبهون القوة الحاكمة بحزب الله اللبناني، وأعتقد أن هذا الأمر مختلف تماما. لا يوجد قضية لبنانة العراق ولا عرقنة لبنان. أنا أعتقد أن الحالة العراقية حالة خاصة، وبالتالي تبقى قضية العمل على نشر الوعي الشعب العراقي بل الشعب العراقي هو الضمان الأسلم لأن تبقى الحالة العراقية حالة وطنية، وعبر هذا الوعي الشعبي يمكن أن يتم إعادة بناء العراق بعيدا عن المتورطين بدماء الأبرياء من العراق. الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك.